خير. احنا هلا بالطريق ل بيت لحم. بيت لحم. وبدنا نروح على كثير اماكن زي الكنيسه وعلى الجدار على وين بانكسي راسم جرافيتي. بانكسي هو جرافيتي ارتست بريطاني بس هو انونيمس ما حدا بيعرف كيف شكله، وبروح على كثير اماكن وبرسم جرافيتي بس الجرافيتي بيكون له معنى. رسم حمامه السلام لابس الدرع واقي على الجدار، فاليوم رح نشوف له. وبرضه رسم البنت الصغيره اللي عم بتفتش بالجندي. جبنا قهوه من سيكو فريدو وهي الطريق. هاي مستوطنة معالي أدوميم، من أكبر مستوطنات بالضفة الغربية صح؟ كثير كبيرة. متحاجز الكونتينر، مدخل بيت لحم. لقينا أول جرافيتي لبانكسي، الشاب البرمي الورد بدل الحجار، كثير حلوة. صرنا ساعة بندور عليها، يمكن كثير صعب الواحد يلاقيهم بس كثير حلوة جد. هاي هي اللي كنا عندها هلا بكازيت ورا محطة السوس في بيت سحور. هلا احنا بالطريق عشان نشوف اي وحده العصفور حمامة السلام اللي لابسه شو اسمه جاكيت شو اسمه الدرع الواقي جاكيت الدرع الواقي. فبدنا نشوفها بعدين نشوف البنت والجندي. البنت اللي بتفتش الجندي. رام شو رايك تحكي عني؟ لا على فكره اكتشفنا احنا اكتشفنا انه كل اهل بيت لحم بيعرفوا وين هاي الاشياء موجوده، فاذا انتم مش عارفين وينهم بالضبط بس اسالوا اي حدا بالشارع بحكي لكم. روز انت عملت هاي الجرافيتي بالضبط زي بانكسي بس طلع محلاها عايز جد تلاقيهاش عند بانكسي. احنا تقريبا عند شجره الميلاد ببيت سحور. هيها احنا هلا عند الجدار ملزقين فيه على فكره. يعني ما اظن نقدر نكون اقرب من هيك. هاي هي الجرافيتي الثانيه اللي لقيناها عند مركز التراث الفلسطيني الموجود هون، فاذا بتكون بعد اوتيل بارادايس. هاي مش بانكسي، ما تتصوروا عندها، هاي مش حقيقية. تصورت عندها زي الهبلة. يعطيك العافية. هاي هي الرسمة الأخيرة اللي نشوفها. بس مسكرة، ليش مسكرة؟ بتقدر تحكي لنا؟ عشان بقى في ناس بدهم يسرقوها، يقصوا الحياة. وإحنا سكرنا. وهي إمتى؟ بتعرف إمتى انرسمت؟ إمتى؟ في 2006. 2006؟ شهر 10. 10 سنين. سيدي بقينا بقينا نشتغل احنا، بقينا نبني في هاي العمارة. بقى ملثم هو. ما ببين وجهه هو لما يرسم. ابوي شافه وسيدي. وابن عمي. ابن عمي فوق يتصور معاه، باع صورته جاب ابصر قديش. والله. باعها. لانه هو ما بيخلي حدا يشوف وجهه. انا اسوي البير. هاي هي التالتة، طلعت جوا الجفت شوب لأنه كانت هم يقصوها فحاطينها بزاز. فوق شو مسوي؟ رسم هاي البالون، هاي رسمها بمحله بجذب على جنب على اساس انه حلو. ورسم واحد زي هاي كمان. والله ابوي راح عليه اتصل وياه. لا بحكي للاجانب. ما هو شو هذول ناس هاي شفناها هلا، هذول بقى رسمهم فوق عند مكهمص. طيب خوف منظرهم عن جد بخوف. في وحدة تانية زي هاي، هاي وين راسمها بانكسي كمان، بس في ناس اجوا اخذوها وقصوها. البرودة هون. هلا احنا بساحة المهد، بدنا نلاقي صفة عند كنيسة المهد. كتير في ناس مليانة. رامز هيك دايما بتكون ولا لا؟ لا بس عشان الأعياد هلا قربت وحاطين الشجرة فكل الناس والسياح بيجوا يتفرجوا عليها. كتير أزمة. جيت قبل ما كانت هيك. أظن لسه ب 24 شهر أكيد بتكون مليانة. ب 24 شهر أصلا ممنوع السيارات يدخلوا هون. هو
احنا هلا عند كنيسة المهد، هيها بدنا نفوت من هذا الباب الصغير. وكنيسة المهد امتى بنات؟ بالقرن الرابع، والبناها امبراطور قسطنطين. حفظت هاي المعلومات عشان احكي لكم اياها. ايش كمان؟ هون انولد المسيح. رح نورجيكم النجمة واللي هي وين مكان انولد، وكان مكان من ولد. وتعتبر من اقدم الكنائس بفلسطين، اقدم الكنائس بالعالم وبفلسطين. مش اقدم وحدة، احدى اقدم الكنائس، ما بعرف ايش الاقدم منها. شكرا. ايش بدك تعرفي؟ ما بنعرف ايش عن الكنيسة صراحة. كنيسة مغارة الحليب هي من الكنائس المهمة في بيت لحم. هي ذكرت بالانجيل لما الملاك بشر مار يوسف انه ياخذ الطفل والعذراء ويهرب فيهم من بيت لحم، لانه هيرودس قرر يقتل اطفال بيت لحم. في التقليد انه العذراء رضعت الطفل يسوع في هاي المغارة، وقعدوا فيها فترة طويلة متخبيين، ونقطة من الحليب وقعت على الأرض حولت المنطقة إلى حجر أبيض، مثل لما تطحنيه بيصير زي الباودر. طبعا في كتير ناس استعملوا هذا الباودر وصلوا، وطبعا هي شغلة إيمان أكثر من مفعول الباودر، فصاروا ما عنده مشاكل بالأطفال أو ما بيجيب أطفال أو عنده مرض، إنه ربنا استجاب له من هذا الباودر الحليب. طيب شكرا. أهلين. أهلين. شكرا. احنا رايحين بيت لحم الساعه 4:15. كان يوم كتير حلو. ايش عجبكم اكثر شيء جايز؟ انا صراحه اكثر شيء عجبوني الرسمات تاعون بانكسي، يعني ثلاثه كنت اشوفهم قبل بس ما كنتش يعني انتبه عليهم واركز او عارف ايش هم اصلا. ودينا رسمات بانكسي، كنيسه المهد، الفسيفساء، وكل العمدان قد ايه لما طلعوا قد ايه هم قدام من سنين.
صارها كنيسة المهد من 335 ميلادي أظن، فصار لها 1800 سنة تقريبا، 1700 سنة أو إشي هيك. فإذا عجبكم الفيديو احكوا لي بالتعليقات تحت، احكوا لي أي مدينة حابين تشوفوا المرة الجاي، لأنه ممكن نروح على يافا، وأكيد رح أجيكم نابلس، رح أنزل على البلد القديمة بنابلس وأعملكم توي، لأنه ستي كثير حابة تاخدكم صراحة مش أنا. فبس هذا هو، بشوفكم المرة الجاي، باي.